مناشدة من أهالي حي الشهداء في أبو غريب بسبب غرق الشوارع بالمياه، فلنشاهد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عين هاي منطقة أبو غريب حي الشهداء، شوارع مثل ما تشوفون الصورة قدامكم، الشوارع يعني هم طريق مسلم إنه يفوت، مدارس، سيارات عم تطلع عن طوب السوق. هذا منا طريق تشوفون بعينكم، يعني وين الحكومة؟ أبو غريب ترى هي مو بعيدة من ضمن بغداد، محسوبة على بغداد. تشوفون شوارع بعينكم، هذه المطلات تبيت لا مجاري. نتمنى أن توصلون صوتنا للحكومة، يشوفون شارع العالم الأبرياء، يعني العالم طالع على طوب. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. نفس القضية، أصوات ومناشدات دائما ما تخرج وتعلن أو تعرض في وسائل الإعلام، إن كانت وسائل إعلام مرئية، إن كانت مقروءة صحافة، أو إن كانت حتى على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن للأسف الشديد تركز الجهات الحكومية دائما على القضايا التي تنفعها وتخدمها بالقضايا السياسية كالانتخابات وغيرها، ولكن قضايا حقيقية يمكن من خلالها عملية إنفاق تخرج من هذه الدولة أو إعمار حقيقي، فلم يشاهد المواطن العراقي على مدى 4 شتاءات مرت على هذا البلد منذ تسلم حيدر العبادي، وما زال الوضع كما هو عليه.